كيف بتخلوا تفكيركم إيجابي وشو هي الطرق يلي بتحسوها فعالة؟ وأكيد كالعادة رح نسمع الناس وخبروا سارة مرتضى بالتقرير التالي. كيف بتخلي تفكيرك إيجابي؟ تفكيري الإيجابي؟ والله ما بعرف. والله بده يسنح الواحد لما بكون إيجابي بأي شيء بدي أعمله. منظور للحياة منظور مختلف، يعني مو شرط ندع على سلبيات الحياة، دائما في شيء جديد يعني، وبالنهاية اليوم السيء بده يخلص. فكر بالنص المليان من الكباية على طول. هلا أنا فكرة طالعة كمان من جو كله طاقة سلبية، بس لا بحاول أكون إيجابية، بحاول صلح الأشياء اللي أنا أصلا كنت غلطاني فيها قبل وبثبت لقدام. لا يعني أي شيء الواحد ده ممكن يغير نفسية، يطلع يروح ممكن يقعد مع رفيق، بشعر بأنك رزني بلغية هيك. فكر بشغلات اللي بحبها، فكر بشغلات يعني هيك اللي بتبسطني، اخذ نفس عميق. الواحد يفكر بشكل ايجابي، اي شيء بتحصل معه اي شغله مثلا قد ما كان زعلان فكر بطريقه انه لا انه كل شيء على الله، وكل ما فكر الواحد منيح كل ما بتجي الايام منيحه معه. فكر ايجابي بيصير تفكير ايجابي. بنفكر بالحياه، بس تكون الحياه نحن بنعملها حلوه بنضلنا ايجابيين، يعني نخلي الامل عندنا على طول لخدمه. لازم كل انسان يفكر بتفكير ايجابي مشان يطلع من الحياه، يطلع مع البنت اللي بحبها مثلا. الواحد اذا ما كان هو مرتاح ما بريح الناس اللي حواليه. أول شيء بيعطي طاقة إيجابية للشخص وللي حوالينا كلهم أكيد، وبيخلينا نبني أكثر المجتمع. إذا كلنا متفائلين وإيد وحدة نتقدم أكثر. مهم كثير بالحياة، بتصير الناس تحب بعضها، بتصير الناس تساعد بعضها، كله لقدام منيح للمستقبل، لأنه على طول بيعطينا نظرة حلوة لقدام وبخلينا نتفائل كثير بالحياة. كثير مهم لأنه للحواليكي، يعني أنا كأم كمان بدي أعطي لأولادي هيدا الشيء، يعني بيهمني أنه يكون جو البيت في هيدا يعني هالطاقة الإيجابية وهالأمل وهالتفاؤل. إن شاء الله خير، ونقول إن شاء الله بكرة أحلى، دائما نقول بكرة أحلى بكرة أحلى وإن شاء الله.